الباب التاسع والعشرون ومئتان. باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.